السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد وصفة جديدة على قناة نوتيلا وفانيلا. في الفيديو ده هنعمل مع بعض احلى وصفة ايس كريم هتاكلوها في حياتكم. بجد مش ببالغ لو قلت ان الوصفة دي من احلى الوصفات اللي هتعملوها في البيت، هتكون ناجحة وهيكون طعمها احلى من اللي بنجيبها من بره بكتير. بس الاول بفكركم، لو لسه اول مرة بتشوفوا قناتي ياريت تعملوا سبسكرايب للقناة، كمان ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده، ويلا مع بعض نبدأ الفيديو بتاعنا ونقول المقادير. اول حاجة هنحتاجها علبة 200 جرام من كريمة الحلويات، وهنضيف عليها 3 معالق كبار من الكريم شانتي الباودر الخام، وهنضيف عليه رشة فانيليا، كمان هنضيف عليهم نص كوباية من اللبن. اهم حاجة ان المكونين دول الكريمة واللبن يكونوا متلجين، يعني ندخلهم الفريزر قبلها بحوالي نص ساعة او ساعة، علشان دي خطوة مهمة جدا. هنبتدي بقى نضربهم بالمضرب الكهربا كده زي ما انتوا شايفين لمدة 5 دقايق كده، مش هنضرب الكريمة كتير علشان ما تفصلش مننا، وهنضرب على اقل سرعة، مش هنعلي السرعة بتاعتنا جامد، لحد ما نحس ان الخليط ابتدى ان هو يربط معانا. هنضيف بقى عليهم علبة كاملة من الحليب المكثف المحلى، خلي بالكم الخطوات دي ملهاش اي بدايل علشان يطلع معانا الايس كريم مظبوط. هنبتدي بقى ان احنا نضرب المضرب الكهربا تاني علشان اللبن والكريمة يبدأوا ان هما يختلطوا ببعض، هنضربهم برضو لمدة 5 دقايق كده كمان، ولو الخليط سايل ما تقلقوش، هو كده كده هيربط في التلاجة وهيمسك وهيبقى تمام. هنا بعد ما خلصنا خلاص هنبتدي بقى ان احنا نقسم الايس كريم. هنجيب علب من بتاعة التلاجة، اهم حاجة يكون ليها غطا محكم. اول طعم هنعمله هو الاوريو، هنجيب اوريو كده ونكسره قطع صغيرة، وهنضيف عليه خليط الايس كريم اللي احنا عملناه، بصوا بالشكل ده كده، وهنقفل العلبة بتاعتنا كويس جدا وعلى الفريزر على طول. تاني طعم بقى هنعمله هو ايس كريم باللوتس، هنضيف عليه معلقتين كبار من زبدة اللوتس. انتوا تقدروا تستخدموا اي حشوة انتوا بتحبوها، وكمان تقدروا تستخدموه كده من غير اي اضافات، يعني بالفانيليا بس، ممكن تحطوا عليه صوص شوكولاتة، ممكن تحطوا عليه صوص كراميل، اللي انتوا بتحبوه تستخدموه. هو كده الوصفة بتاعته جاهزة، وانتوا تضيفوا الحشوات اللي انتوا حابينها. وهنا خلصنا تاني طعم. اخر طعم بقى هنستخدمه هنضيف كيس من الفانيليا، وهنضيف قطعة من الكريز، انا ضفت عليه معلقة من السكر علشان ينزل الصوص بتاعه، وده هيساعد ان لون الايس كريم يتغير وطعمه كمان يتغير. هضربه بقى بمضرب الكهرباء كده لمدة 5 دقايق علشان الكريز يتقطع ويدوب معانا، وكمان يعمل لون في الايس كريم. تقدروا بقى انتوا تستخدموا فراولة، تستخدموا موز، تستخدموا اي نوع فاكهة انتوا بتحبوه في الايس كريم، هيبقى حلو جدا برضو. خلاص بقى هنغطيه وندخله التلاجة لمدة يوم كامل، 24 ساعة في الفريزر، وبعد كده نقدر ان احنا نستخدمه بكل سهولة. هنا بقى انا خدت ايس كريم عادي معليهوش اي طعم ولا اي حاجة، وعملناه زي الايس كريم اللي بنشتريه من بره من ماكدونالدز تحديدا، طعمه هو هو بالظبط، مفيش اي فرق، طعمه حلو جدا بجد وهيعجبكم. هنا بقى بعد ما خلصنا وطلعنا الايس كريم تاني يوم، هنضيف عليه بقى على كل واحد الصوص بتاعه، ده اللي باللوتس هنضيف عليه زبدة اللوتس، شايفين كمان لونه كل واحد واخد لون احلى من التاني. وهنا هنضيف صوص بتاع الكريز، واللي بالاوريو كمان هنزينه بكام واحدة كده من الاوريو. مفيش ابسط ولا اسهل ولا احلى من كده، بجد جربوه وعلى ضمانتي ان شاء الله هيعجبكم جدا بجد. وبس كده، بتمنى تكون الوصفة عجبتكم وتكونوا استفدتوا كمان من الفيديو، واشوفكم في فيديوهات تانية بوصفات احلى واحلى. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب للقناة.